دكتور هشام فاروق طبيب عام. بدأنا العمل التطوعي في المستشفى الجمهوري وقد واجهنا عدة أوبئة مثل حمى الضنك والديفثيريا والكوليرا وأخيرا فيروس كورونا المستجد. واجهنا الكثير من الصعوبات ومع ذلك قدمنا كل ما في وسعنا. يعتبر العمل التطوعي في ظل هذه الظروف التي تعيشها اليمن عامة وفي تعز خاصة كان له دور إيجابي في حياة كل مواطن. وأخيرا نشكر جميع العاملين والزملاء في هذا المجال الإنساني.